tanah suka. Tanah suka. Hujan. Ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدانيته أن يتقبل هذا الجمع وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والبغضاء من صدورنا. من أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته فتوفه على الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والبغضاء من صدورنا. اللهم من أحيته منا فارزقه توبة قبل الموت وشهادة عند الموت وجنة بعد الموت ونعيما يا ذا الجلال والإكرام. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك هذا الجلال والإكرام عافية من كل داء. أسأله سبحانه وتعالى أن يصرف هذا الوباء عن خلقه جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام نواصل حديثنا عن سيرة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ووقف من الحديث قبل ذلك في العام الرابع الهجري من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كنا ذكرنا كده سريعا عدد من الغزوات التي يعرف بها كل عام، وقلنا إن العام الأول هو عام إيه؟ الهجرة، والعام الثاني بدر، ممتاز، العام الثالث أحد، والعام الرابع يوم إيه؟ الرجيع، مش الربيع، يوم الرجيع، والعام الخامس الأحزاب ولا الخندق؟ الاثنين، تمام كده، والعام السادس ها؟ صلح الحديبية، والعام السابع خيبر، والعام الثامن من فتح مكة، والعام التاسع تبوك، والعام العاشر حجة الوداع ولا حجة الإسلام؟ يمشوا الاثنين حجة الوداع وحجة الإسلام، ولا حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي حجة الإسلام، حجة الوداع، حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما العام العاشر فهو وفاة الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. ممتاز. العام الرابع في حدثين هنمر عليه مرور الكرام، وبعد كده ان شاء الله جل وعلا نحاول النهارده نتكلم كلمتين بصوت كده عن غزوه الخندق بامر الله تعالى. فاكر اقول لاخونا الشيخ محمود يتكلم من سوره الاحزاب، لكنه افتتح بما فتح الله جل وعلا من سوره طه، لكن من هنا لحد يوم السبت اللي جاي ان شاء الله عز وجل لسه قدامنا نشوف الخندق بامر الله تعالى. جزاكم الله خير الصلاة. احنا عندنا اخواننا في العام الرابع وفي اخره كانت هناك غزوة
من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها مشهور لكن ليس فيها من أحداث كثيرة. احنا عندنا كم غزوة اسمها غزوة بدر؟ واحد. كم غزوة اسمها غزوة بدر؟ اثنين دكتور. اثنين، بدر الكبرى وبدر الصغرى. بدر الكبرى وبدر الصغرى. والله انت قربت، بس لسه فيه كمان واحدة، يبقوا ثلاثة. خدت بال حضرتك؟ ثلاثة. في بدر الصغرى أو بدر الأولى، هي بدر الصغرى، وفي بدر الكبرى، وفي بدر الآخرة أو بدر الموعد أو بدر الثاني. بقوا كم كده؟ خمسة. هم ثلاثة. هم ثلاثة. أما تقول بدر تبقى بدر الكبرى، خلاص؟ سأقول غزوة بدر، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في القرآن الكريم. مرة ذكرها إشارة سريعة باسمها في سورة آل عمران. في سورة آل عمران، ربنا قال في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. خلاص، ولم يتحدث عن سورة غزوة غزوة البدر في سورة آل عمران. إشارة بس سريعة. لكن في سورة تكلم الله جل وعلا بالتفصيل عن غزوة بدر فيها، هي غزوة سورة ايه؟ الأنفال. يبقى ساعة ما تقول الأنفال تبقى سورة على طول غزوة بدر، وساعة ما تقول آل عمران تبقى غزوة أحد. صح كده؟ بس إشارة سريعة، أكثر من 60 آية تحدث الله جل وعلا فيها عن غزوة أحد في سورة آل عمران، وإشارة سريعة مرور الكرام كده في غزوة بدر. قال كده: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طيب، يبقى ساعة ما تقول بدر اللي هي هنا الأمعاء في سورة آل عمران، لما ربنا قال ولقد نصركم الله ببدر، تبقى غزوة إيه؟ بدر الكبرى، مش كده؟ اللي هي يوم الفرقان. تمام كده؟ يوم الفرقان، اللي هي الغزوة المعروفة بتاع شهر رمضان، 17 رمضان يوم الجمعة، الغزوة الكبيرة المعروفة المشهورة دي. في قبلها غزوة اسمها غزوة بدر الأولى، وهذه غزوة صفوان. غزوة صفوان اسمها غزوة بدر الأولى. وبعد غزوة بدر، جماعة بتوع يعني القريش لما تهزموا في غزوة بدر تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إليه مرة ثانية في العام المقبل في نفس الموت، فأتوا في شهر شوال من العام الثالث اللي كانت غزوة لا ما هم تواعدوا بدر، شوال لسنة ثلاثة غزوة غزوة أحد. لما كان غزوة أحد وانتصر فيها المشركون تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتوا في العام القادم. يبقى بدر الكبرى اللي هي كانت سنة اثنين، تواعد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتوا في العام القادم، وكان الموعد لم يكن في بدر لكنهم أتوا في بدر لكنهم أتوا إلى أحد. فلما هزم المسلمون في غزوة أحد تواعد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية على أن يعودوا متى؟ في العام القادم. العام القادم اللي هو سنة كام بقى؟ ما لا يا رجل يا طيب، سنة كام؟ أربعة. خلاص، احنا قلنا بدر اثنين، أحد ثلاثة، متوعدين مع بعض، يبقى الموعد بعد كده يبقى سنة كام؟ يبقى سنة أربعة. وفعلا لما كان الموعد، احنا قلنا غزوة بدر الكبرى كانت في شهر ايه؟ رمضان. ممتاز. وغزوة أحد في السنة اللي بعدها في الشهر اللي بعده كمان، يبقى في شهر شوال. غزوة بدر الموعد اللي هي بدر الثانية اللي هي بدر الآخرة، لها كم اسم؟ ثلاثة: بدر الموعد وبدر الثاني وبدر كمان ايه؟ الآخرة، اللي ما فيش حاجة بعده، ودي رقم اثنين بعد بدر الكبرى وكمان الموعد، لأن هم تواعدوا بعد غزوة أحد. جاءوا في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة. خلي بالك بتبقى تقريبا حوالي قد ايه؟ حوالي سنة. يبقى رتبها معايا كده تاني اهو: غزوة بدر الكبرى في رمضان سنة اثنين، عد شهر وعد سنة، كانت غزوة أحد، تبقى في شهر ايه؟ شوال سنة ثلاثة. بدر الموعد في السنة اللي بعدها في الشهر اللي بعد، يبقى في ذي القعدة سنة أربعة.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش كان قوام هذا الجيش تقريبا حوالي 1500 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 1500 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله وسلامه عليه ذهب إلى بدر، والمسافة تقريبا بين بدر وبين المدينة حوالي 150 كيلو، قريب من 150 كيلو بين مكة عفوا بين المدينة وبين بدر. لو قلنا 150 كيلو يبقى بين مكة وبين بدر حوالي قد ايه؟ كم؟ لا 300 قريب 300، لا المسافة الأقرب 150 تقريبا، مش هنختلف عن 50. لا في طريقين، حتى لو كان 400 يبقى 150 وكام؟ لا 450. على كل مش هتفرق كتير، لان اصلا احيانا بتحسب من اطراف المدينه ومن اطراف مكه، فالمشهور عند العلماء ان هي حوالي 450. 150 في جهه المدينه، يبقى في المقابل عندنا في الجهه الاخرى حوالي كام؟ 300 كيلومتر. وده يعني ان مكان الغزوه اقرب الى المدينه ولا اقرب الى مكه؟ المدينه اقرب الى المدينه. طب لما تسمع ان ده الغزوه دي اقرب الى المدينه، ده معناه ايه؟ فرصتهم احسن ديت، بس حاجه تانية هم توغلوا الى الى المدينه اطراف المدينه. طيب دافعين، ها دوك مهاجمين وهذا ممتاز، اذا قربت شويه اكتر، لو ان دولت هم اللي جايين هجوم، عشان بس بيجي يقول لك هم اللي بيعملوا، ايوه ما يقول لك ده الاسلام والغزوات والحروب وفرض نفسه بالسيف. يا سيد الفاضل، غزوه بدر اللي هي كانت فيها غزوة سفوان اللي هي بدر الأولى المسافة 150، وبدر الكبرى برضو 150، وبدر الآخرة كانت 150، أحد كان كام؟ حوالي من أربعة لستة كيلو على أطراف المدينة. الخندق كانت فين؟ ده في قلب المدينة نفسها. يبقى مين كل مرة عمال بيقرب؟ مين اللي بيغزى؟ المدينة، المسلمين هم الذين يغزون. من الذي يأتي ويعتدي؟ هم أهل مكة، هم الذين يأتوا. يبقى قضية الإسلام دين هجومي ودين يعني كاسح وإلى آخره، هذا لم يكن على أرض الواقع، لم يكن كذلك. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم 8 أيام، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أن يأتوا، فلم يأتي منهم أحد. أولا في هذه الآونة من كان قائدا للمشركين؟ أبو جهل، خلاص بقى خلص في غزوة بدر. أبو سفيان. أبو سفيان بدأ وصل في منتصف الطريق، بدأ يحسب الموضوع بالراحة كده. هم انتصروا في غزوة أحد صح؟ انتصروا في غزوة أحد. هل انتصروا في غزوة أحد كان انتصار يعني له ما له أو له ما كان في غزوة في انتصار بدر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان مختلف؟ ها؟ هل انتصار المشركين في غزوة أحد كان كانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر؟ لا. لا. الله يبارك فيه. لا. لا ليه؟ يلا حاج علي. فرق كبير. هو فرق كبير صح ليه؟ لأن غزوة بدر كانت عملت فرقان يا دكتور. بدر كانت فرقان. لكن غزوة أحد كان ممكن الغلبة فيها للمسلمين، بس بعد كده لما ما طلعوش الرسول عليه الصلاة والسلام اتقلب. كلام جاي. كانت الغلبة أصلا للمسلمين، والمسلمين انتصروا. ولولا أن الرماة نزلوا من على رأس الجبل اللي هو جبل عينين ما كانت ما تم هذا النصر. الطمع يا دكتور. الطمع كان جزء من هذا، لا بأس به. وبالمناسبة على فكرة الصحابة لما يتعلموا الدرس في غزوة بدر تركهم الله جل وعلا ليأخذوا درسا عمليا في غزوة أحد. في غزوة بدر لو تذكروا حصل خلاف على موضوع الأنفال، وربنا سبحانه وتعالى أن يربي الصحابة بصورة سماها صورة الأنفال. قال إيه ربنا في مطلعها؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. خلي بال، هل أجاب؟ الإشكالية كانت في إيه؟ الصحابة بيسألوا النبي عن الأنفال، مين ياخذ ايه؟ دنيا. من طبعا الدنيا ظهرت امامه، مين ياخذ ايه؟ فاختلفوا فيما بينهم. فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم
ما أجابهم القرآن إلا في نصف سورة الأنفال، في نصف السورة بعد ربعين بالتمام والكمال، في أول الجزء التاسع يوم ربنا يقول بعد كده ما يربيهم الأول، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون، وأخذ الله جل وعلا يعدل في هذا الأمر. بعد الربع الأولاني إن شر الدواب، يبقى عند الربع الثاني شيخ محمود اللي هو واعلموا أنما غنمتم فاعلموا أنما لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني يسألونك في أول الصورة وبعدين الجواب بعد قد إيه؟ بعد ربعين حوالي أربع أو خمس صفحات يأتي الجواب بعد ذلك. آه طيب، هل أخذ الصحابة تعلم الصحابة الدرس؟ ليس كلهم، ولذلك لما لم يتعلموا في غزوة بدر وتكرر الأمر مرة ثانية في غزوة أحد، ما اللي يحصل؟ وقعت الهزيمة وانقلب النصر إلى هزيمة، مجرد الكفار انتصروا خلاص في نشوة، وخصوصا ان صورة الكفار كانت اهتزت في غزوة بدر اهتزاز كبير، قوة ناشئة لسه طالعة من يومين، المدينة دي لم تكن قوة قبل ذلك بالنسبة لقريش، قريش كانت تمثل الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب العسكري، الجانب العقدي والديني، كل شيء موجود في مكة، في مكة بأساس باعتبار ايه اساس الاعتبار الموجود هناك؟ الحرم موجود، الحرم ده كان اساسا هو كان بيعطيه الناس الجانب العقدي والديني، تروح تعمل عمرة عندهم وتحج هناك، الجانب الاقتصادي تجيب الحاجة بتاعتها وتيجي عندهم، سوق عكاظ موجود، الجانب الثقافي موجود هناك، سوق عكاظ وفيه الشعر وفيه المعلقات وفيه ده ترتب عليه ان في جانب سياسي قوي، ده تغير بعد المرور يدوبك سنة واحدة بالضبط او سنة ونصف في غزوة بدر، شهر رمضان من العام الثاني مباشرة، مجرد ما ان المشركين انتصروا في غزوة احد وعادوا اصبح عندهم نوع من انواع النشوة. ابو سفيان هو جاي في الطريق يحسب الموضوع، بعد تقريبا 40 ميل من مكة ابو سفيان خد بعضه ورجع تاني، 40 ميل دي تقريبا حوالي كم كيلو لما نحسبها؟ 60 كيلو حوالي 45، يعني يخش في 60 70 في الحدود دي، صح كده؟ اللي هو الميل قريب من ثلثين، قريب من ثلثين كيلو متر. هو على طول كده قام جاي ابو سفيان خطف الناس، ايه يا ابو سفيان؟ شوف الفلسفه. فقال لهم يا معشر قريش انه لا يصلحكم الا عام خصيب ترعون فيه الشجر، وعايزين كده موسم كويس يكون الجو فيه حلو والجو يعني كده نعرف نرعى الابل بتاعتنا، فاني راجع فارجعوا، يلا بينا يلا بينا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مكانه هذا ثمانية أيام، قاعد منتظر أن أبو سفيان يجي وما جالوش، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان عاد بالناس مرة ثانية، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة ثانية، لكن الصورة بهذا الأمر كانت في صف مين؟ في صف المسلمين ولا في صف قريش؟ وليه؟ في صف المسلمين ولا قريش؟ المسلمين. طب ليه؟ لأنهم العدد ممكن يكون قليل جدا. العدد ممكن يكون قليل؟ لا، هم راحوا اتفقوا على مباراة، هم راحوا من فريق المباراة، الله ينور عليك، هم اتفقوا على مباراة، الفريق الأولاني راح اللي هو مين؟ فريق النبي عليه السلام، المسلمين ذهبوا، ذهب المسلمون، لكن قريش عادت من الطريق 40 ميل، أبو سفيان ياخذ الجيش الموجود معاه ويرجع. الصورة العامة، أنت ما تيجي الآن دلوقتي فعلا كلمة مباراة دي كويسة، يكون عندك فريقين ويتوعدوا على موعد معين في مكان معين وزمان معين، ويروح فريق ويقعد ينتظر كده ساعة أو اثنين. حصل الأسبوع اللي فات فين؟ في مصر؟ كان في إيه؟ ها؟ العين والزمالك. الواحد والله ده بعيد عن الكورة. إيه المهم؟ الأهلي راح والزمالك ما راحش. طب كويس والله. إيه المهم يا الشاهد؟ الأهلي راح؟ يعني حتى في دي كمان الزمالك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الواحد نسي الكورة، لكن يبدو إن الزمالك دي على طول بالشكل ده. الشاهد خلينا هنا، بلاش دعوة بالكورة ولا بغيره. لما أنت يكون عندك فعلا فريق وفي موعد ويذهب أحدهم والثاني لا يذهب، ده الطبيعي. حتى الفريق الذي ذهب لو هو الأضعف خلاص النتيجة له، وفي نفس الوقت الروح المعنوية بترتفع، الروح المعنوية عنده بترتفع، والسمعة بالنسبة له في أوساط الناس كمان بتعلو، وده اللي حصل بالضبط. يبقى بدأ مجرد حتى إن أبو سفيان، والسؤال هنا المهم، لماذا عاد أبو سفيان؟
أراد أبو سفيان أن يحافظ على الانتصار الشكلي الذي عازه في غزوة أحد. لسه برضو عايز يحافظ على ذلك، لكنه لما أراد أن يحافظ عليه لم يحافظ عليه بطريقة تحفظ لهما الوجه، فما أراده من جهة ذهب من جهة أخرى. ما أنت الصورة العامة إيه؟ الصحابة ربما كان في قلبهم ضعف، ربما كان في قلبهم. بالمناسبة الصحابة في غزوة أحد كان عندهم كام؟ فاكرين؟ ألف. لكن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بكام؟ رجع بثلث الجيش، يعني العدد كان كام؟ 700. عدد الصحابة في غزوة بدر، بدر الثانية كان كام؟ 314. لا ده بدر الكبرى، ركز معايا الله يكرمك، احنا بنتكلم في ديت. كان كام هنا النهاردة؟ بدر الثانية، بدر الموعد، أنا قلت 1500 مش كده؟ يبقى العدد ماله؟ العدد تضاعف. إذا القوة، النبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو زاد عددهم، لأن عدد الكفار كان في غزوة أحد كان كام؟ 1000؟ 3000. خلي بالك في ازدياد دائما وأبدا في العدد، عدد الصحابة بيزيد، عدد قريش بيتضاعف وبتعد العدة أكثر وأكثر. غزوة بدر كانوا كام يا أخي علي أنت قلت؟ حق علي غزوة بدر الكبرى 314 16 17 على أقصى تقدير. الكفار كانوا كام؟ 1000. غزوة أحد 700 في مقابل 3000. هنيجي غزوة الخندق دلوقتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام مجرد ذهاب وانتظاره 8 أيام. خلي بالك في عالم التكتيك أحيانا ما تبقى أنت تروح في موعد معين بينك وبين إنسان وأنت عايز تكسب مكسب سريع، ممكن تعمل ايه؟ تروح تنتظر 8 أيام ولا كان في يوم ويرجع؟ ها؟ لو النبي عايز يسجل حضور بس يكفي يوم؟ لازم يقعد 8 أيام ولا يكفي يوم؟ يكفي يوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد لم يشأ ان يسجل موقفه، لا ده هو رايح واعد النبي صلى الله عليه وسلم العده ومكث النبي صلى الله عليه وسلم كم يوم؟ 8 أيام. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول ازدادت هيبة المسلمين وقويت مكانتهم وارتفعت روحهم المعنوية وعادت لهم الهيبة مرة ثانية. الكلام ده كان في شهر ايه؟ ذي القعدة. طيب في شهر ذي القعدة يبقى فاضل معنا في ايه؟ سنة 4 شهر ذي الحجة بس لم يكن فيه من احداث. لكن في شهر في العام الخامس، في اول العام الخامس من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبالتحديد في ربيع الأول، عد شهر الاثنين، عد محرم وعد صفر، وجه ربيع الأول، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تسمى دومة الجندل أو دومة الجندل. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عددا من القبائل تتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم عند دومة الجندل أو دومة الجندل بالضم الدال أو بفتحها. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من أصحابه. المسافة بين دومة الجندل وبين المدينة 450 كيلو، يعني تقريبا بين المسافة من مكة وبين المدينة. طيب أولا لما تسمع إن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ده معنى الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام خرج فين؟ ده خرج النبي صلى الله عليه وسلم هناك في حدود ما يسمى بدولة الغساسنة، و450 كيلو بيتحرك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يجي بذهنة. مش ممكن يجي سؤال كده، ليه النبي بيكلف نفسه فوق طاقته؟ ليه يطلع المسافة دي كلها بيتنه قاعد؟ لكن لا، عشان يحمي المدينة، يحمي المدينة. بس 450 كيلو حق علي لسه برضه شوية، عشان في حاجة نقطة تانية عشان يطلع للعدو، هيطلع له، هيطلع له ليه؟ هو انت اما تقعد في داخل يعني عشان يبخته يا دكتور. المباغته دي واحد، ها كارت الاخبار، كارت ارهاب دي اثنين، تاني دي مهمه، دي يرهب القبائل، اظهار القوه في الطريق وهو ماشي. احنا كنا بنقول ان هيبه المسلمين اتزلت في سنه 3 في غزوه احد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويخرج بعدد كبير صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التحرك في حد ذاته لإظهار قوته. لا أنا اتهزمت، لا، من الممكن أن تعاد الكرة مرة ثانية وأن تكون هناك الغلبة للمسلمين. يبقى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليباغتهم قبل أن يباغتوه،
ليظهر قوته صلى الله عليه وسلم للقبائل التي على أطراف المدينة وفي داخل جزيرة العرب. رقم ثلاثة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج ده في حد ذاته تزداد خبرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالطريق. الطريق بيحتاج لخبرة، فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتنقل بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن ذهب لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التجمع، تفرقت هذه الجموع وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى المدينة، وقد أكرمه الله جل وعلا في هذه الغزوة بازدياد هيبة المسلمين. هنيجي بعد كده نتكلم سريعا عن غزوة الأحزاب، وأنا هقف بس في غزوة الأحزاب عن أسبابها، ونتكلم كده نشرح بس نشوف قضية التخطيط الاستراتيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام وإعمال العقل والتجربة والحنكة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن درويشا كما يعني يحاول البعض أن يصف نبي الإسلام أو أن يصف الإسلام صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب، غزوة الخندق، المفترض أن في غزوة بدر الآخرة تأجل الموعد من العام الرابع للعام الخامس، مش كده؟ فكانت غزوة الخندق في العام الخامس وبالتحديد في شهر شوال. يبقى غزوة بدر كانت في شهر رمضان، وغزوة أحد كانت في شهر شوال، وغزوة بدر الثانية كانت في شهر ذي القعدة، وغزوة الخندق رجع تاني كانت في شهر إيه؟ في شهر شوال. إيه السبب في الغزوة؟ سبب في الغزوة إني مجموعة من بني النضير بعد إجلائهم من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام انطلقوا إلى الأعراب وإلى قريش، وأخذوا يحمسوهم على أن يغزوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهم معهم بالمرصاد. فلما ذهبوا إليهم كان في سؤال غريب جدا للغاية. السؤال ده يسأل كفار مكة بني النضير، من خير، نحن أم محمد؟ ديننا أم دينه؟ قالوا أنت. فعاتبهم الله جل وعلا على هذا، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. حتى القرآن بعدها في كلمة في سورة النساء ربنا يقول إيه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ في بعض الناس كده عندهم نوع من أنواع الغيرة والحسد والحقد. هل هؤلاء ما في نفوسهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب الغيرة والحسد؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طب ما احنا أدينا إبراهيم ما أعطيناه. ومعنى الكلام ده أن الله جل وعلا يغب من يشاء ما يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأخبار جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بأن آل مكة سيخرجون إليه ومعهم أوباش العرب من غطفان وما حولها. أهل مكة 4000 وأوباش العرب من القبائل التي في أطراف الجزيرة 6000، أصبح العدد كام؟ 10000. تعال كده نشوف العدد الثاني كده. الكفار في غزوة بدر كانوا كام؟ 1000، وفي غزوة أحد 3، وفي غزوة الخندق 10. في إيه؟ في تزايد. في كل مرة عمالين يتآمروا ويجيبوا اللي حوالين. الصحابة في غزوة بدر كانوا كام؟ 300، في غزوة أحد 700، في غزوة الخندق لا 3000، 1500 في غزوة بدر الثانية، بدر الموعد، بدر الآخر. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، العدد عدد مفاجئ، خلي بالك وعدد كبير جدا للغاية. يعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول خطوة يعملها النبي تبقى إيه؟ الاستشير. الاستشارة، زي عندنا إحنا كده بالضبط. مش كده؟ إحنا أحسن أمة تستشير الآن دلوقتي. على طول برضو كده ما بتحصل أزمة ولا حاجة بتلاقي حكام والزعماء والرؤساء والملوك والسلاطين بيجيبوا على طول مجالس الشورى ومجالس الأمة ومجالس الشعب، مش كده يا حاج نور؟ على طول كده صح؟ آخر يقول لي كده صح، ويقعد يستشير. هذا لا، النبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك الشورى موجودة في بدر،
موجودة في أحد وموجودة معنا في كل غزوة من الغزوات فيها مبدأ الشورى. مبدأ الشورى ده مبدأ أصيل. ولذلك احنا عندنا الشورى لها سورة كده اسمها سورة الايه؟ سورة الشورى. سورة اسمها سورة الشورى. وربنا يقول وأمرهم شورى بينهم. أمرهم شورى بينهم. ويقول جل وعلا في سورة آل عمران ويتحدث عن غزوة أحد ها؟ وشاورهم في الأرض. الله يبارك فيه. فاعف عنهم واصفح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. خلي بالك أمر الشورى هنا أمر للوجوب ولا للند؟ للوجوب لابد من المشاورة. وأعجب ما يكون خلي بالك كلمة وشاورهم في الأمر دي في سورة آل عمران صح؟ ونزل في غزوة إيه؟ في أحداث أعقاب غزوة أحد. والصحابة خارجين في غزوة أحد بحسب ما جاءت به الشورى. طب لماذا أمر الله جل وعلا بالشورى في غزوة في أعقاب غزوة ما خرج الصحابة فيها إلا بالشورى؟ إلا بالشورى. النبي كان جمع الصحابة وقال لهم إيه رأيكم؟ الكفار جايين نطلع ولا نستقبلهم ننتظرهم هنا؟ اختلف الصحابة اللي ما حضروش غزوة بد قالوا لا احنا ننتظرهم معنا نطلع. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ورأي عبد الله بن أبي بن سلول أن يبقى في المدينة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أغلبية في الخروج يعمل إيه النبي؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام. مش عمل شورى؟ طبعا لا شورى مع النص. في نص ما فيش شورى. عايزين نصلي الظهر نعمل شورى نصلي الظهر ولا ما نصليش؟ ينفع نعمل شورى في الكلام ده؟ طب نصلي الجمعة ولا ما نصليش ناخد شورى؟ لا في صلاة في صلاة. ليه؟ لأن في نص قائم. الشورى فيما نص فيه. وما فيش نص. المعركة تبقى خارج المدينة أو داخل المدينة ما فيش نص. فاستشارهم النبي. فكانت الغلبة في الخروج. وأعجب ما في هذا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد رأى رؤيا قبل خروجه من غزوة أحد. شاف رؤيا في المنام. إيه اللي شافه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بقرا تذبح. بقرا تذبح. ورأى ثلمة في سيفه. ورأى أنه يروي إلى درع حصين. بيقولوا يا رسول الله ما أولته؟ بالتأويل بتاعك إيه؟ انت اللي شفته وانت اللي بتأول. فماذا رايت؟ قال لهم البقر التي تذبح ديت ارى انها نفر من اصحاب يقتلون. طب والثم في السيف؟ قال رجل من اهل بيت يقتل. اللي هو مين؟ سيدنا مين؟ حمزه. طيب والنفر من اصحابه كم واحد بعد كده؟ 70 واحد من الصحابه. ويأوي الى درع حصينه بمعنى انه يعود الى الدرع الحصين الى المدينه. ومع ذلك يخرج يخرج. ودخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيلبس لأمة الحرب العدة بتاعت الحرب. فرأى أبو بكر يعني كأن الأمر ليس على خاطر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله كأننا أكرهناك. لا عليك إذا كنا أكرهناك وانت عايش تقعد اقعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم أخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. والقضية خلاص بقى ده في شورى. يبقى خارجين بشورى واتهزموا وفي أعقاب الغزوة ربنا يقول له إيه؟ وشاورهم في الأمر. صاحب الظلال والإمام المراغي يعقبون على ذلك فيقولون كأن الله جل وعلا يريد أن يقول للنبي وللصحابة عليكم بالشورى حتى وإن كانت هذه هي النتيجة. لأن البعض يقول لك مش إحنا خدنا بالشورى قد إحنا تهزمنا. عارف لو قعدنا انهم لا 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 مبدأ الشورى ينبغي ان يكون مبدأ قائما ومستمرا مهما كان الامر حتى وان كانت فيه لزيمه حتى وان جاءت فيه لزيمه. لاني طالما ان الشورى انت وضعت مساحه للشورى واهلها فينبغي على الانسان ان ينصاع لذلك. طيب غزوه الخندق نفس النظام. عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه الاستشاري وبدا يتكلم مع الصحابه عليهم رضوان الله. نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ خرج اليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. ايه يا سلمان؟ قال يا رسول الله ان كنا اذا يعني داهمنا القوم خندقنا حولنا. تخندقنا تخندقنا يعني نعمل ايه؟ نعمل خندق. هل علمت قريش او العرب قبل ذلك بهذا الاسلوب او هذه الوسيله؟ لم تعلم قريش. أول من استخدم طريقة الخندق أو أسلوب الخندق هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفكرة فكرة كويسة مش كده؟ سؤال هنا
قبل النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق أم لم يقبل؟ قبل. الصورة الظاهرة الآن أليس فيها نوع من أنواع الخوف؟ عندما يتمركز النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة ويخندق حول نفسه، مش ده في نوع من أنواع الخوف ولا لا؟ كيف نفسر هذا؟ كيف نفسره؟ لماذا؟ هل دي شيء سلبي ولا شيء إيجابي؟ خاف النبي؟ خاف. خاف على اللي معاه؟ مش طبيعة البشر بس. الخوف الجبلي والخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان. ولذلك ربنا قال عن سيدنا موسى إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الخوف ده اسمه خوف إيه؟ خوف جبلي. خوف طبيعي. ده طبيعة الإنسان. وانت بواحد كده تيجي ترميه كده فجأة لوحده كده في طريق مقطوع وما فيش حد غيره، اول وهلة على طول لابد يحصل، وهذا ما حدث لموسى عليه السلام. لكن هنا خوف ان لم يكن خوفه من النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، او لا في المقام الاول هو نوع من انواع التكتيك اللي هي الواقعية. احنا عدد الصحابة كان كام؟ 3000 في مقابل، خلي بالك 3000 دول كلهم مين؟ 3000 دول كل اهل المدينة. اهل المدينة تعدادهم الان 3000. طيب ايه المطلوب الان دلوقتي في مقابل 10000؟ لا دي نسبه كبيره قوي. طب ايه المطلوب نعمل ايه؟ يبقى لابد من تكتيك جديد، تخطيط ان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك هذا يسمى هنا الواقعيه. احنا بعض الناس كده سامعين عندنا بيسموها ايه؟ فتح السر. الله ينور عليك. في ناس تاخد كل حاجه فتح. وماله؟ ده انا هات لي 10 اكلهم يا عم. صلى على رسول الله السلام. اذا كنت انت تاكل 10 عندك واحد غلبان ما يعرفش ياكل يعني ياكل نص، فلابد. ولذلك النبي عليه السلام كان يراعي الواقع. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم لينظر اين يتخذ الخندق. يبقى قضيه الخندق ما كانتش قضيه برضو كده قضيه سهله، لا ده كانت قضيه محتاجه الى دراسه وتخطيط. وانا استاذن حضراتكم نشوف بس موضوع الخندق ده فين وازاي النبي عليه الصلاه والسلام عمل. احنا المدينه المنوره كان من ضمن اسباب اتخاذها، جزاك الله خير، المدينه المنوره من اسباب اختيارها دار للهجره انها كانت محصنه تحصينا طبيعيا. محصلة تحصين طبيعي. طبيعي يعني ايه؟ لو جينا وصلنا للمدينة، ادي المدينة، ولافترضنا ان المسجد النبوي في هذا المكان على اعتبار انه في القلب. المدينة محصنة من جهات ثلاث، من الشرق والغرب والجنوب. في حرتين، والحرتين دول عبارة عن أشبه ما تكون بتبة صخرية لكنها ملساء لا تستطيع الخيل الصعود عليها. واحدة اسمها حرة الوبرة، والتانية اسمها حرة واقم. الجهة الجنوب في الغالب الأعظم الجنوب كله مملوء بالنخيل والأشجار. يبقى برضه ما تبقى كلها مليئة بالنخيل والأشجار هيصعب قدوم جيش إليه، هيبقى صعب. تبقى بس في منطقة اللي هو الجنوب الشرقي، جنوب شرق، في موجود هنا بني مين؟ خريزة موجودين هنا. تبقى القادم في جهة الشمال، دي المنطقة اللي فيها الخندق. المسافة قد ايه؟ مسافة الخندق 12 كيلو متر. احسب معايا 12 كيلو متر. ال 12 كيلو متر دولت المفروض عمق الخندق، العمق 5 متر. عايز حد من اخواني يحسب معايا بس كده. العرض من 5، في بعض الأماكن كان يزداد ليصل لـ10 متر.
تمام؟ يبقى انا عندي في طول 12 كيلو، فيه العمق 5، فيه العرض من 5 الى 10. كم المفروض عدد الصحابه؟ قلنا كم؟ 3000. ال 3000 دول المفروض ان هم يعملوا ايه؟ يحفروا خندق؟ مستحيل كلهم يحفروا خندق. ده لازم يبقى دول بيقسموا الى جماعه للحفر، وجماعه للخدمه، وجماعه للحراسه. ده خلي بالك كمان، هو انت لما تيجي تحفر هنا الحفر ده فيه ايه؟ ده انت هتحفر وتخلي كل حاجه مكانها ولا تشيل ومجموعه كمان للنقل؟ المفترض ان ده كله بتبني في كام يوم؟ تم فعلا في كام يوم؟ في اسبوعين. احسب متوسط، متوسط ان الواحد من دول هيشتغل، من المجموعه اللي هتشتغل دي هيشتغل كام ساعه؟ متخيل انت يشتغل كام ساعه من 24؟ 12، قول 16 ساعه. مستحيل ان لو كل واحد يشغله 16 ساعه وهياخد له يتقسم ده مع ده ان ده يخلص في 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 في, في اسبوعين. لكن همه عاليه غريبه. خلي بالك في عقبات موجوده. اولا العقبه الاولى ان مفيش خبره، عدم وجود الخبره. هل هم حفروا قبل كده؟ لا ما حفروش. العقبه الثانيه الترتيب والتنسيق. انت بيبقى عندك 3000 واحد في المساحه ديت، وخلي بالك مفيش كمبيوتر بقى مين هيجي امتى ومين هيمشي امتى ومين مش عارف ايه. الترتيب والتنسيق في حد ذاته اشكاليه. موضوع النقل في حد ذاته دي اشكاليه، عقبه من العقبات. حد من اخواننا قال موضوع الصخر ده، الصخر حكي عنه، دي مهمه جدا. ده انت متخيل الارض مش انت متعدى على جماعه اللي بيحفروا دلوقتي في ال 20 وال 21. الارض هنا عباره عن ايه؟ لا 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 ده طين كده، انت بتحس كده البتاع بسم الله ما شاء الله هشه هشه خالص. الارض بقى في الجزيره العربيه الاصل فيها ايه؟ طبيعه، الطبيعه صخريه. قال لا كل ده مش كده وبس، ده كده وفي معاه كمان ايه بقى؟ في خوف زائد برد. ومع هذا كله شاء الله جل وعلا ان يتم الامر في اسبوعين، ولذلك جاءت قريش فوجئت بهذا الامر. لم يكن في فكر قريش هي جايه بالعشرة الاف هنهزم هنهزم، سيقضى على محمد سيقضى على محمد، خصوصا ان كان في ايضا هنا حاله من حالات الاتفاق مع قريظه. في الخلف كان في اتفاق، فيصبح عندك قادمين من الخارج 10000 دول هيغزوا من الخارج، وفي بره من الخلف ايضا يحدث هذا الامر. فمعناها ان كل ده هيتم، كل ده هيتم. تخيل بقى القران لما بيتكلم عن غزوه الاحزاب يوم ربنا يقول ايه؟ وبلغت القلوب الحناجر واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. التصور ده مع رجل صلوات الله وسلامه عليه ليست له خبره في هذا الامر، ده معناه ان الحفره لم يكن امرا عاديا وانما كان فيه ما فيه من الاعجاز. انت عارف 12 كيلومتر ده معناها زي ايه؟ 12 كيلومتر ده اشبه بمتر الانفاق. خلي بالك في اي بلد 300 ألف، أنت حسبتها؟ طيب 300 ألف متر مكعب، الله ينور عليك. كل واحد عليه 200 متر. غزوة الخندق دي بأرقامها بمساحتها بما فيها تحسب تدرس بهذه الصورة. ولذلك لما تخلص غزوة الأحزاب إياك أن تبعد عنها الجانب الرباني، الجانب الإلهي، أن الله جل وعلا كان موجودا بفضله ومنه وكرمه، وهذا ما سنتحدث عنه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. درسها ونف... في الكلية العسكرية. في الكلية العسكرية، رائع ممتاز. نعم. هم ندموت هنا؟ ها؟ ندموت هنا؟ فيما بعد طبعا أنا أتعجب. يعني موضوع الحفر ده في حد ذاته إعجاز، ونقل التراب ده في حد ذاته راح فين؟ أصل أنت مش هترميه، مش هترمي التراب جنب منه.
ده انت محتاج تضرب الفوتو دي فين؟ بعيد. مكان بعيد حتى لا يعيقك انت ايضا. فدي برضو في حد ذاته كيف تم هذا؟ شيء عجيب. وما لهمش جواسيس عظمي الهي لا لم تصل اعينهم الى هذا الامر هم بوغيتوا بذلك. لا هو ان ما هي الله يبارك فيه. علم النبي صلى الله عليه وسلم بترتيبهم فاعد العده قبل مجيئهم. المسافه بتاخذ لها حوالي سبعه ايام. ده اللي هو ماشي كده كويس متوسط سبعه ايام. الخبر الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد جاءه في ثلاثه ايام. الطبيعي سبعه ايام، لكن لما يبقى يكون معاك جيش ورايح وبتاخد راحتك بقى وبعدين جيش متخيل انه سيذهب للانقضاض على هذا، فهو برضه العدد العشرة الاف هتبقى الحركة ابطأ. فهم على مجهول فوجئوا بما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهنتكلم عن الهزيمة بعدين. لو حد من اخواننا عنده اي تعليق او اي سؤال فيما يتعلق بالغزوة بدر الموعد او الثانية او دومة الجندل او غزوة الخندق سريعا كده تفضل اختار. انا بستغرب، انا مش فاهم حاجة بالنسبة لغزوة بدر. يعني غزوة بدر دلوقتي فتحوا مكة. فتحوا مكة؟ لا هو مش كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل بيته فهو آمن؟ ده فتح مكة ده. ده فتح مكة. انما بدر انتصروا عليهم خلاص انتصروا عليهم ودول روحوا ودول روحوا. عشان كده كان في غزوات بعدها تاني. بالضبط هذا. فتح مكة كان الموضوع انتهى خلاص بقى كلهم، دادت الجزيرة العربية للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فعايز تاب رجع البرد اللي ورا شوية. قتل أحد من الصحابة في غزوة الخندق. قتل عدد من الصحابة في غزوة الخندق لكنهم كانوا عدد كان عددا معدودا وسنتحدث عنه. وآخر من قتل منهم مات بعد غزوة الخندق سيدنا سعد بن معاذ إن شاء الله جل وعلا. هنتكلم عنهم إن شاء الله. لا حق نوم. طب بتعد راسك؟ طيب فكرت بتسعى. حق عمر. نعم. يلا انت مسافر بقى عشان ندعي لك. سؤالك قبل ما تمشي. جهز سؤالك على الحاج سيد بيت. نعم. خندق ده؟ نعم. يعني فناش كبير. حتى لو كانوا الآلة اللي موجودة دلوقتي مش هيعملوهم في اسبوعين. ال 12 متر صعبة في اسبوعين. صعب. خلي بالكم في نقطة في الحسبان. خلي بالكم في موضوع الحفر. المتر الأولاني سهل حفره، لكن أنت كل ما بتنزل تحت كل ما الأمر بيزداد صعوبة، لأن هو بيحفر وبيطلع وبيحفر وبيطلع. اللي يلاحظ من إخواننا اللي هما كانوا عندنا البيوت في القرى كان بيبقى عزب الله بيفحتوا كده في الشارع حاجه اسمها ايه؟ بيارة. ايه البيار؟ بيسموه عندنا الترشات اللي هو بتاع المجال. العمق بتاعه تقريبا ما بيجيبش مترين. لا لا تخيل ما بيجيب المترين؟ لا لا كان يزيد يا دكتور 3 متر؟ اه في حدود 3 متر. انت عارف 3 متر يعني ايه؟ العمق ده قد ايه؟ ده كام ده؟ ده ما يجيبش 3 متر. ده ما يجيبش 3 متر. 2.5 طيب قول ده 2.5 مثلا، يعني معناك بتتكلم الحفره قد ده مرتين. قريب من ده مرتين. اما انه فيه ملائكه فملائكة الله جل وعلا كانت حاضرة في غزوة بدر، وحاضرة في غزوة الخندق، وحاضرة في غزوة أحد، وحاضرة في غزوة حنين. فعلا الملائكة حاضرة. إذن وده معناه إني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أه حق جمال. تراب من اللي كان يشيل؟ هم أصحاب. إزاي؟ إزاي يعني إيه يعني؟ يعني 5 متر أدى العمق ده مرتين. صح؟ يطلع من تراب من اللي كان يشيل؟ اه يكون عنده سن ما يكون عنده حد حبل يشد بيه حبل ومقطر حبل بس كما اللي يشيل ما فيش غير الملائكه اللي لا هو الملائكه اللي موجوده معاهم الملائكه ما كانتش بتقطع كده 200 متر مكعب صح؟ لا يا همه على كل واحد على كل واحد 200 متر مكعب ان الله مع الذين اتقوا ربنا يكرمنا ان شاء الله عز وجل ونشوف الصحابه ان شاء الله كده في الجنه ولما نسالهم ونقول لهم انتوا عملتوا كده ازاي ان شاء الله ما كانوش قدنا ما كانوش زينا ما كانوش زينا
ما كانوش زينا. لا ما كانوش مش لابس ستاربكس. لا ما كانوش مش لابس ولا دم كده. يلا حق زي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا اله الا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ها معانا اخواننا هنا طبعا بنشكر الدكتور اللي بيسيب لنا مساحه من الحريه للحوار، وده اسمر حاجه ان احنا نتحاور وناخد الدروس المستفاده، واحسن حاجه ان احنا نربط الماضي بالحاضر. نعم. واحسن حاجه تبشر المسلمين ويهنوا بعضهم الاتفاق بتاع الدوحه بين طالبان وبين اللي هو على الانسحاب من افغانستان. هؤلاء الناس اللي صدمضوا وطبقوا روح غزوة بدر وروح الجهاد فعلا استطاع انهم 18 سنة استطاعوا يدحروا بريطانيا العظمى وبعديها السوفييت وبعديها ان شاء الله هؤلاء هذا المارد اللي هو قوم عاد اللي هم يريدوا يعيشوا في الارض الفساد، واستطاعوا انهم يفرضوا شروطهم ويفرضوا وجنحوا للسلم فجم عليها، لم يكن استسلام ولكن العدو هو اللي استسلم، وهذا يجب ان احنا نبشر به، وهي دي اول ارض تجاهد وهي دي ان شاء الله يطلع منها انبساط اللي هو الاسلام ويعم على الكره الارضيه ان شاء الله. انا عايز من الدكتور يدينا برضه لمحه لان ده في الواقع، ويجب دي قضايا معاصره يجب نربطها بغزوه الخندق اللي استطاع ربنا برضه يقيدهم على 18 سنه. بيقول لك الطلبان ده علم كتابه معاه العلوم وكمان الرشاش بتاعه وكان يجاهد صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وفي حاجه كمان قال لك الخسائر بعد كده حاجه تقيله 2500 جندي زائد خسائر بتريليونيات من الخزينه اللي هي بتاعت هذا العالم. والله الحاج سيد ربنا يكرمه القى هذه المحاضره الجيده مشكوره على الحضور. حضر فين يا عم ده انا مسح الزور كده وانت بقى تدينا سد الحمل. لا ده كده مسح الزور كده وكده حلو قوي كده كفايه لحد كده 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 الناس صبروا وربنا كرمهم والحمد لله رب العالمين. بس هقول ايه ما انت قلت لا انا لو اقول مش هقول اكتر من كده. عبد الحمد ما هي القبائل التي شاركت في غزوه قطافان؟ اشهر القبائل التي كانت في هذه الغزوه هي قطافان. هذه كانت من هوازن وغطافان، كانت من اقبل القبائل اكبر القبائل. وانا كان بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام يعني النبي خلي بالكم مع الضغط ده كله والموجود بدا النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم التكتيك اللي هو كان منه اللي هو اضعاف القوه الموجوده، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل هؤلاء ينقسموا حول انفسهم. ثم بعد ذلك سنذكر موقف سيدنا نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي فعله بين قريظه وبين قريش ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك حد من اخواننا اي حاجه؟ ايوه حاج مجدي قول انت لسه جاي يا مجدي. يلا يا عم. ايه السبب؟ اخبار كورونا ايه؟ السبب الرئيسي غزو الخندق. حضرتك قلت ان غطفان وهرزان جمعوا العرب، اكيد في سبب اعلى من كده. ده ما انا قلت السبب، انت جاي متاخر. لا لا انت قلت ان هم جمعوا العرب عشان لا انا قلت ان اهل الكتاب ان قلت ان بني النضير ذهبوا اليهم وطلبوا منهم ووعدوهم ومنوهم ان يقفوا بجوارهم ان قاتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، وان هم سالوهم قالوا اينا خير نحن ام محمد؟ فانزل الله جل وعلا قوله تعالى في سوره النساء: الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. شو من الاديه؟ لا ولا لا؟ لا لا انت بقى كنت لسه جاي. لا سمعتها حضرتك بس انا بكون في سبب بجانب هذا لان هو بن النضير يعني شجعوا التانيين على ان هم يقضوا الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن في سبب رئيسي مثلا غزو البدر زي مثلا هو كان فيه موعد بينهم قائم. انت برضه كنت متاخر. كان موعد كان هناك موعد قائم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة بعد غزوة بدر، تواعدوا فأتوا في غزوة أحد،
فلما انتصر المشركون في غزوة أحد تواعدوا مرة ثانية على أن يكون الموعد بدر القادم، بدر الموعد السنة اللي جاية. فلما كان العام الرابع في شهر ذو القعدة كنا حدثت غزوة بدر الثانية أو بدر الآخرة أو بدر الموعد. فأبو سفيان بعد حوالي قريب من 40 أو 47 ميل قال لك كده والله إلى أن يعني نريد عاما خصيبا، ثم عاد بالناس إني راجع فارجعوا خلينا السنة اللي جاية. فلما كان العام المقبل حدث بقى إن توافق الأمر بين الموعد الذي حدده النبي أو حدده المشركون مع النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما حدث من بني النضير الذين أتوا إلى النبي الذين أتوا إلى أهل مكة وشجعوهم على الخروج في هذا الوقت، الموعد الموجود ثم في نفس الوقت هذا الدفع الذي حدث من هؤلاء. حب جمال يا مولانا، هو أصعب موقف لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو غزوة بدر. يعني شقت اشتق يعني ضربت انكسرت رباعيته وانضرب وشه وقعد في وشه الخوذة. لا انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ الخوذة دخلت فين؟ تمام كده. وانكسرت رباعيته وقتل سيدنا، شجت جبهته وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. زي يقولنا جماعة كده الله كريم وبيقول كان فعلا يوم أحد من أشد الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد. من أشد الأيام على النبي يوم أحد ويوم الطائف. يوم الطائف لما كان راح الطائف وهو راجع، ولذلك في اليومين دول قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. كان عجيب هذا الأمر. ففعلا هذا من أشد ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. حق عاشد طيب الكفاز في الأحزاب أبو سفيان، طيب إيه اللي خلاه يغير رأيه؟ في إيه؟ رجع تاني ليه؟ ما احنا قلنا رجع في بدل الموعد او بدل الثانية او بدل الاخرة كان رجوعه نوع من انواع الاحتفاظ بالنصر الذي اخذه في غزوة احد. خلاص كده يلا بينا نرجع لك، عشان هو كان متخوفا فاراد ان يحتفظ بالنصر حتى فترة معينة وعاد له. ممكن غير رأيه بقى في سنة خمس في العام الخامس. لا لا اصل هو في الجندل اللي هي الجندل دي فعيدي شأنه شوية. لا هو ابو سفيان ما كان يستطيع أن يتهرب في العام الثاني. العام الأولاني وقبله الناس معه وقد تقبله العرب، لكنه لو علم إنه كمان يعني لو أنه رجع ثاني وهرب مرة ثانية هيزداد الأمر، فكان لابد أن يخدم على هذا. وخصوصا رجع في كلامه ليه؟ كان فيه نوع من أنواع التدافع في غزوة، قلنا في غزوة أحد كان 3000، هو طلع 4000 في غزوة الخندق و6000 كمان جايين موجودين معاه، فهذا الإغراء كان لابد أن يخرج، كان لابد أن يخرج بهذا. نعم. حد عنده أي حاجة تانية خالص؟ هي دومة الإسمان، دومة الجندل. الجندل دومة أو دومة؟ دي في الشمال. في الشمال نعم حوالي 150 كيلو. اللي هي بتاع خالد بن الوليد قبل كده هو. بعد كده كان فيها خالد. كان فيها خالد في مرة تانية، لا ده بعد كده. هناك في بعد كده إن خالد لسه ما أسلمش في المحرم سنة 8، لسه بدري على سيدنا خالد. هي هو نفس المكان. نفس المكان. نعم. سؤال مهم وجميل. خدنا الحاج نبي بيقول هل في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة؟ إيه الدرس اللي نشوف؟ أولا ما كانش ينفع النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الناس على الصبر والاحتساب وإلى آخره وهو قاعد سليم معافي. ينفع؟ ما ينفعش. عمل. يبقى لازم هو بيكلم عن الصبر والاحتساب وانت 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 الطبيعي. طب وانت فين؟ فين انت من ده؟ ولذلك فرق بين القائد الذي يعيش في برج عاجي وبين القائد الذي يعيش في وسط جنوده. اللي قاعد في برج عاجي ده بيبقى اللي قاعدين تحت منه بيدعوا عليه، صح ولا لا؟ لكن لما يبقى حتى اللي يسموه ايه اللي خدمه في الجيش في اي مكان، بعضهم اذا ذكر قائده يعني يقول لك كده ايام اسال الله جل وعلا ان ينتقم منه، وبعضهم اذا ذكر قائده هذا والاقل ده القليل النادر يقول لك الله يبارك فيه ربنا يديله الصحه اذا كان عايش ورحمه اذا كان ميت ليه، يقول لك كان بياكل معانا وبيقعد معانا وبيضحك معانا وبيلعب معانا
لكن اللي هم عايش في الظرف ورجع. والنبي صلى الله عليه وسلم هنتكلم بعد كده، النبي بعد كده كان جمع منع من الطعام لم يجب طعاما ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. وأول ما جابر بن عبد الله جاي له بالطعام كان ممكن ينسى الصحابة، لا ده يقول له خلي كل حاجة زي ما هي، وبعد كده يدعي الجيش كله، يدعي الجيش عشان يروح يأكل معاه. وهنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. فالحكمة في هذا أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الرائع في التضحية والفداء، على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كواحد منه. أخ جمال، الماء من بين أصابع الرسول. نعم، الماء ما نبع من بين أصابع. لا، لم يكن في هذه الغزوة نبع الماء من بين يديه، أحسب أنه كان في غزوة تبوك. أما في غزوة الخندق ففيها عدد من الكرامات والمعجزات البينات الواضحات، نتكلم عنها فيما بعد. منها تكثير الطعام، تكثير بالثاء وليس بالسين، ومنها أيضا صخرة كبيرة التي كسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بالسين وليس بالثاء، الصخرة العظيمة التي اعتقد الصحابة، نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. عايز حاجة خساجل؟ عندك حاجة؟ Do you have anything؟ برزر بشار، Do you have anything؟ جزاكم الله خير. في أخبار على الكورونا؟ في أخبار عن الكورونا؟ تقريبا بيقولوا إن أصل زياد دلوقتي بعت لي لينك. الخبر ده صحيح؟ بيقول إن الأفريكان عندهم ريزيستنس، عندهم مقاومة للكورونا. مين؟ الأفارقة. مالهم؟ معرفش الكلام ده حقيقي. متعرفين يا جماعة بتوع أفريقيا دول كورونا هتيجي عندهم هيعملوا ماتش كورة معاها وإيش؟ هم عندهم ربنا عندهم اللي يكفيهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وأن يحفظنا وأهلنا وأولادنا، وأن يزيح الله جل وعلا هذه الأمة عن البلاد والعباد، وأن يصرف عن خلقه جميعا. اللهم اصرف هذا عن خلقك جميعا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل في ذلك عبرة لمن يعتبر. اللهم من ابتليته بهذا فعافه، ومن أمنته حتى وقتنا هذا فاجعله في أمان وأنت أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. يا مرحبا، يا مرحبا أبا محمود. لازم نقول لازم والله جبتها.